الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى أدوم ديسة وأدقة كتابك وحقوص ودجيي إنه أدوم ديسة وحي دب وقدقه وحي دباته إيمان كرتا إنه أقدقه وحي مصلحة يدن أنا إنه تصاليه وهو تصه وهو كو إرشاديه. الله تبارك وتعالى حيالها وين وقد جاي الدنبية ذا وين كم ذا ولي بالدنبية كلو وين نكسر دشان وحكم ذا إن آمن كن نقطة إلهي مكر جيس تبارك وتعالى إن أتسلقته أم أذهل مانته الله تبارك وتعالى إيه مكر جيس يدقرتيس. الله تبارك وتعالى سيد القرآن كي نوقش هاي أدوما ذا قار كم ذا وحكو لرنق ما سنة الاستدراج وأسية الديرية عافمات بالسية حولان لسية وحو الربي بالسية أدون كاللقوف الصحة ويتمشلين ويسبقيا ويسلمامي مروا لحظة مريو أيال قبنا يا سك هذا. الله تبارك وتعالى سنة النوع عاسى عدد النوع عاسى مركو أدوما دقار كم إذا كل رقم يوم إن بدنا كم إذا ما فهمي كران من هلي كران إلهي السنة دي سا استدراج كا سيد رب القرآن كأنه أقول شيء سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ما يقرن يا سقوا حيلتها إنسان لو جش عليه وحيلتها إنه سيدا كفي عيه وإسلق ميه لكن ولو مقيه من حيث لا يعلم كيد كإله يدغرتي سونه وي ادغتahay او عيد كباقسن كرتا اما كفا كن كرتا ما جيرتو. وان ظننا الا نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا يا كعرري كره يا كفا كن كره يا اسكعلين كره يا ما جيرو وقوه مطلقه واود ان حدود لهين وأود أن حدود لهين سيداس درادت باوحا واجب عيد كستو ربي الرميسن إن أمر والبعب سيقبه هاي الله تبارك وتعالى واكو مغين وانكو أركا يايا واكو لصعدة مرصاد عميلو كوكو جرا واكو لصعدة نقاقا نقاقا يساو تصرفيس يفكر كاقا يقلبي كاقا يوعد سمينيس والله قدال عنايا مركي ميل حن لقول ربنا ولقول داتشنا يا داقصو عن عب تصرف صعب ميل بالقول سجيا حلي بالقول سجيا ماشى مركات سو قادنا إلهي تبارك وتعالى وكو قبنا يا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته النبي صلى الله عليه وسلم ظالم كإلهي وأسجى كل ما سو بوده إلهي وحكم إذا الصفات كيس الصفات اللي إذا هذا حلمك الدلقاتك والدلقات بديه حدوصا الدلقات كاسي إلهي أوصل لها الله إن الضومضا يوحر المرهر وبربرين لها مرهر الله رمين لها ما يستاهل إن يدولك قرق زجوغا لكن إلهي والدلقات بديه تبارك وتعالى دلقات كيس وحكم إذا أذيق أو حمان قسنا يا أو كل حجرة أو حسن ربين ورالك أهين كل حجرة هذا إن لقو داتي ولقو دايو لكن معناه هذا ما هي إن لقو موجي هاي معناه هذا ما هي إن لقو جش علي هاي لكن وحوي ولقو سات الدارين يا ساس ردد بأ الله قرآنك الكريم كائن وجد جي ما لبضنا قرآنك كم ذا يا أي ظفر بضن إن آمن كن قن إله عقوبة سي عذاب كيسي مكر كيس مؤمن بات هاي إله بعض رمي سنت هاي آخر بعض رمي سنت هاي واحد نعيا أركيسه أدونك يودب قدوم هيا أنت الرجمني سا
waxa dhacaya masaa'ibta waxan adigoo arkayay haddana inaad isdhigatood aamin ka noqoto ilaahay xuquubadiisa makrigiisa ma ah allah wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala afa amina ahlu alqura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun magaalooyinka dadka deganay ma waxay aamin ka noqdeen inuu u yimaado cadaabka nagu bariiso ayagoo hurda ayagoo habeenkii seexseexday oo nabad ku soo seexday oo guryahooda iyo sariirahooda hurda inay cuquubadanadu u timaado ma aamin bay ka yihiin waa maya oo imisa habeennimo la galay imisa ummado habeen la halaagay ciidina habeen in gurigiisa lagu galo aaminka ma aha أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أمن سميي كيهن إن عذابك إلهي عقوبة سؤتما دو ما للنمو يقرار عد أيقو عياريا أيقو تمشلينيا أيقو عنيو عبيا أيقو سوقيدو عمريهن أيقو كسبنيا إن إلهي عذابك سوئي ما دم آمن بيكيهين وما يا لحظة دائت شكتد مساجد كنحفر لدو إلهي عقوبة ذي عذابك سوئكوه هب سنكرة أي لحظة البرقسي كستم عرض بعض الطاح همين هالنقطة ما لين هالنقطة مركز ربي وحرس تبارك وتعالى أفأمنوا مكر الله ما إلهي مكر جيسي نغرتي سي آمن كالنقطة إنه إسلكتين إلهي مكرجيس آمين كما نقضوا اسم مدكتو إلا إد خسارتي مويه هذا أردت الروح إلهي بكبقين ومكرجيس يدقرتيس آمين كو إسنكتي واندنك لهاي شكي وحسن كتير القرآن كوين روشك إنو خسارتي لأن إلهي تبارك وتعالى ميشو كوة ذات قرن مربح دو أدون كبقذين تكتغو إسئلالين تكتغو الدنيا ذا كفكضو شكي ملها meel gaaban ayaa la qaban doona asagoon is ogeyn oo is halmaansan meeshaas lagu wadaa marka waa khasaare marka ayad kale rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa ta'ala afa amina alladheena makaru sayiat maamin bay kayihin kuwa dambiyada sameynaya xumaanta ku kacaya maamin bay kayihin an yakhsif allahu bihim al-arda inu ilahi dhulka la gooyo dulkan aad dambiga ku sameeyneeso ilaahi ba iskale ilaahi ciidamadiisu kamid yahay haddu buqada aad xumaanta ku sameeyneeso alla amar siiyo oo yiraahdo qabo way ku qaban way kula go'i sida ilaahi tabaaraka wa ta'ala ummada kamidaba dulka ugu diray oo uu la go'ay dulka qaar kood uu ilaahi ugu diray oo dul gariid intuu dhacay dulku uu la go'ay qaar kamidaba buuraha ilaahi ku fasaxay waxaan arkayso waa ciidamo Ilaahay way tabaaraka wa ta'ala badaha iyo dhulalka iyo meel walba makhluuqaadkani waa ciidamo ku kugu dirana ka adag mid ku doono Ilaahay kugu fasixi kara ma aamin bay kayihin in dhulka laga goolala gooyo mise cadaabku inuu u yimaado meelayna dareensanayn oo inuu kuwa fikirinba inuu uga yimaado halaga yaba inaad meelaha qaarkood baqdin ka qabto laakiin waxa dhici karta إن إلهي عقوبتي سكاغتي ما دم ميلا ما فيلانا ميلا دم في لينين سي آدم في لينين وقت آدم في لينين إن يكوتي ما دانا واصور تقال آمين ميات كتا أو يأتيهم العذاب أما عذابك إلهي عقوبته إن يتماده حالة دا أي قد قد دوم يان وأدونك دحدي سكو قد قد دوم يان هذا صفر وصعوتا هذا الله دانو تمش لين يان ama inuu u yimaado cadaabka ilaahay iyagoo cabsanaaya xaalad cabsi iyadoo abuuran tahay oo jirto inuu cadaabka ilaahay u yimaado ya aaminka idina aaminka ma sastaradid bu ilaahay dadka mu'miniinta wuxuu ku tilmaamay walladina hum min cadaabi rabbihim mushfiqun cadaabka ilaahay bay ka baqaan baqdin bay mar walba habeen iyo maalin ba ku jirtaay oo qalbigoodu waa baqaya maxay yeelay inna cadaaba rabbika ghayru ma'mun إلهي عذاب كيسو وامدان مرنا آمن لغا أحيب عدنا آمن كما عد عذاب كإلهي عقوبة سأدوني آخر كآمن كأ وعد إلهي أشيغي
oo waxii loogu sheegay cid kale si kasta u daacad badan yahay u cibaado badan yahay aamin kama aha ilaahay cadaabkiisa iyo cuquubadiisa ruux kasta waa filan karaa fallaadhi cidka loo ganay waay ruux kasta waa filan karaa saas daraaddeed bay mu'miniintu kuwooda ugu fiican oo ugu daaca badan ay ugu cabsi badnaayeen saas daraaddeed bay culimmadu noqdeen dadka ilaahay ugu cabsi badan innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa lianna laa axad fii ma'man min cadaabi illaahi wa makrihi axadna aaminka ma aha axadna aaminka ma aha ruuxa aaminkaa ka ah cadaabka ilaahay isdhigta ee isagu aan danaynaynin kaa khasaaray waay maxaa yeelay waxaa bedelaya markaasi ruuxu markuu isdhigto oo uu cadaabka ilaahay aamin ka noqdo oo shaytaan iyo naftu u sheekeeyaan waxyaalo fara badan baa ka dhasha waxaa ka dhasha oo dembi weyn iyada lafteeda ah in aad adduunyada israaciso lanna kulama cabsidaadu badato kontaroolkaagay is-ilaalintaadaa badanaysa markastoo kafla iyo ishalmaan kugu dhacana adduunyada kula tegaysoo ku qaadanaysa waxaa ka mida waxa la yidhaahdo tuulul amal yididiilo dheer cimri dheer waad sii noolaan doontaa waxay ka timaadaa ilaahay makrigiisood aaminka noqotay waxaa ka mid ah inaad noloshan shahawaadkeedii iyo dhaldhalaalkeeda wax moodood ku xasisho ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana buu alla yidhi tabaaraka watacaala kuwa aan rajaynayninee ka baqaynin la kulankanaga inuu ilaahay la kulmayo lala xisaabtami doono la abaalmari doono ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati dunyaa noloshan adduunyana raalli ku noqdo ku qancay waطma'anuu biha iyadaa ku xasilay waladiina hum can aayaatina gaafiluun aayadaha nagana aan moog buu halmaansan waxba aan ka warhaynin allah wuxuu yidhi tabaaraka watacaala hoygooda kuwaasi waa naar adduunyaa kula tegi marka waxaa ka mid ah daacadii ilaahay iyo waajibaadkii uu ku faray ayaad ka jeedsan ama kula fududaan markaad ilaahay makrigiisa aaminka noqoto salaadihii sekadii soonkii xajkii waajibaadkii ayaa kula fududaanaya maxaa yeelay baqdintaa kugu yar waxaa ka mid a dunuubtii ilaahay kaa reebay gelitaankeeda kuu fududaanaya ee inaad qasato akhiiranna waxaa ka dhalanaya in khaatumo xumo aad ku dhimato oo adigoo ismoog oo xumaantii ku jira oo qasanaya oo ku fogaaday inay taadii kuu timaado marka lagu qabto wa khalaas marka waa kuu dhammaatay meel laga soo noqdo ma jirto rajo ma jirto halkaasaa marka waxaa kaaga bilaabanaya ilaahay cadaabkiisii iyo cuquubadiisii maalinka qabriga lagu dhigo bal naftaba marka lagaa qaadaya adoo lagu dul joogo baa cadaabku kugu bilaabanaya khasaaro weyn waay sidaas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala isagoo inoo naseexaynay ayaa in badan qur-aanka ka mid a waxaa in badan qur-aanka waxaa laynoogu sheegayaa war isjira war is-ilaaliya war taxadara war baqdin qaba war muxuu ahay dadaala war mar walba inay wax idinku imaan karaan ku talagala geeridii ku talagal cadaabka ilaahay ku talagal cuquubadiisii ku talagal in lagu imaan karo mar kasta iyo saacad kale talagalkeeda yeelo tabaabushadeeda iyo diyaar garowgeedanaya sidaasaa rabbigeen inugu waaninayaa dan kale inagama laha tabaaraka wa tacaala nafcina inuguma qabo tabaaraka wa tacaala milkigiisana waxba ku kordhin mayno laakiin addoommadiisii baynu naho wanaag buu inala jecel yahay khayr buu inala jecel yahay aakhare iyo jannadiisii iyo naxariista inaan helluu jecel yahay digniin buu ina siinayaayo waxa soo socdu inooga digaya waxa imaan karana waa inugu baraarujinayaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka ah nebigiisu inoo keenay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed kun calaa khawfin wa wajal allah tabaaraka wa tacaala mu'minka ruuxa laba cabsiyood uma kulmiyo sida nebiga ka sugan sal alayh wasalam laba ammaanna ilaahay addoomkama wada siiyo ruuxii adduunka ku baqa oo baqdinta ilaahay ay ku badato aakhara baqi maayo laba cabsiyood laysugu kaa dari maayo laba ammaanna lagu wada siin maayo ruuxii adduunka ilaahay cadaabkiisa iyo makrigiisa aaminka noqda aakharuusan aamin noqonaynin cabso
si aad cabsida aakhara uga badbaado, isdhigo oo aamin ka noqo si aad beri iyo aakhara cabsidaadu ay u bilaabato ood aafaad iyo ahwaal iyo masaa'ib aad u gasho. صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.